انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر انطلاق الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في إسطنبول، وذلك تزامنا مع إتمام حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية عامها الأول بمشاركة شخصيات وهيئات إسلامية في العالم العربي والإسلامي. وقال الأمين العام للهيئة دكتور محمد الصغير في تصريحات، قال: وضعت الهيئة في مقدمة أولوياتها إبراز جهود العلماء المكتوبة والمسموعة للتعريف بالرسول الكريم وسيرته العطرة وعن مسيرته ودعوته والذود عن أتباعه وبيان محاسن الشريعة الإسلامية. مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا عبر الهاتف بفضيلة الشيخ سامي الساعدي، عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام والأمين العام لمجلس البحوث بدار الإفتاء الليبية. فضل الشيخ سامي، السلام عليكم، تحية لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكريم. مرحبا بكم. فضل الشيخ سامي، في البداية، ما أهمية مؤتمر انطلاق الهيئة العالمية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت وفي هذه المرحلة بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، السلام على بعد. أهمية هذا الحدث اليوم ينبع من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في المسلمين جميعا، لا في فرقاتهم وفرقاتهم ومذاهبهم، ونلاحظ هناك هجمات متعددة ومتوالية وشرسة في نفسها مقدسات المسلمين، وفي مقدمتها أو في القدمة شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن الأعداء أو كثيرا منهم يريدون إسقاط القدوات في حياة المسلمين والذين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في أولهم على رأس القدوات. ولهذا كان لابد من الأمة أن تتحرك، وقد تحركت الأمة فعلا حركات شعبية وفي أغلبها غير رسمية وغير مؤطرة، وكان لها أثر، يقل حينا ويكثر حينا، يضعف في قطر ويقوى في قطر آخر. فكانت فكرة هذه الهيئة هي يعني تأطير، عبارة عن تأطير وحشد لهذه الجهود والطاقات وجمع في عدد مؤسسين منظم حتى يؤتي أكله، وليست الهيئة يعني عملا سياسيا بالمعنى الحقيقي، فهي ليست يعني لا تدخل ضمن الحركات السياسيه. ما هي الرساله الاهم فضل الشيخ سامي التي ترسلونها من خلال هذا المؤتمر ومن خلال هذه الهيئه لعموم الامه الاسلاميه؟ الحقيقه الرساله للامه الاسلاميه في عمومها وللعالم كله، رسالتنا للعالم كله حتى المعادي والأمم الأخرى وغير المسلمين، رسالة تقول إن هذه الأمة لا تفنى، وإن هذه الأمة غيورة على حرماتها ومقدساتها، ومستعدة للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والحيلولة دون المساس بشخصه ومقامه الكريم. ويدخل في ذلك أيضا التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لغير المسلمين وللأمم الأخرى، لأن كثيرا منهم يقع تحت طائلة التجهيل والتشويه الذي يمارس على رموزنا وثقافتنا وتاريخنا. وأما الرسالة الداخلية للأمة فهي تذكير، مجرد تذكير وطرق خفيف على هذا الواجب الذي لا يحتاج إلى الطرق الثقيل عليه، لأن الفطر المسلمة وعموم المسلمين حتى المقصرون منهم ويعني حتى الذين لا ينتمون إلى ما يسمى بالتيارات الإسلامية أو الحركات الإسلامية، حتى الذين يعتبرون أنفسهم في نوع من الضعف في التمسك بدينهم، غيورون في مجملهم وفي غالبهم على النبي صلى الله عليه وسلم ومحبون له. ولهذا فهو مجرد تذكير وطرق خفيف على هذا الواجب، وتذكير الأمة لأنها لابد أن ترفع الصوت عاليا بالإنكار على الهجوم والإساءة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. فضلت الشيخ، ربما أجملت بعض الأمور فيما يتعلق بهذه الرسالة العامة الجميلة للأمة الإسلامية، ولكن كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما بشيء من التفصيل، هل فقط التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أن هناك أدوار أخرى يجب علينا أن نقوم بها لمواجهة هذه الحملات الشرسة ضد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا شك، ويمكنني أن أذكر في هذا الصدد الجانب الحقوقي والقانوني ضد المتطاولين على النبي صلى الله عليه وسلم والمقدسات الإسلامية، لأن هذا يعتبر مجرما حتى عند قوانين كثير من الدول، حتى غير الدول الإسلامية. يعني المساس بالعقائد والأديان هذا مجرم في كثير من القوانين، ولكن الأمر يحتاج إلى جهد قانوني من مختصين في القانون، من محامين أو مستشارين قانونيين، وسيكون هؤلاء إن شاء الله في ضمن عمل الهيئة، وهذا الجانب القانوني أيضا من ضمن واجبات الهيئة التي ستطلع بها إن شاء الله. التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا طبعا هي كلمة مجملة وعامة، لكن يدخل تحتها الجهود كثيرة ويعني مخرجات كثيرة، يعني موضوع نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الرد على الشبهات التي تثار حوله من تشويه وتحريف وتزييف وبلغات مختلفة، وهذا يستدعي حركة الترجمة أن تكون حاضرة ونشطة أيضا باللغات الحية كما أشرنا إلى هذا في مؤتمر اليوم. نعم، وصلت الفكرة. أشكركم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سامي الساعدي، عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ونشكر هذه الجهود التي قمتم بها. الحقيقة هذا المؤتمر التقى فيه عشرات الشخصيات والاعتبارية والهيئات الإسلامية، توحد الجميع الحقيقة نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، من علماء ومشايخ ودعاء وإعلاميين وغير ذلك. الحقيقة الكل جمعهم حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ونصرتهم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وللوقوف على أهم ربما الإجراءات التي يجب أن تتخذ في مواجهة هذه الحملات الشرسة للغرب ولغيرهم من إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم واعتداء على مقامه الكريم صلى الله عليه وسلم.